في الحقيقة بعد اجتياز مستويات ال 30 ألف كان من الطبيعي إن احنا نشوف تهدئة للمؤشرات، عمليات جني أرباح. ما زلنا بنشوف في نوع من الإيجابية لأن أغلب الأسهم القيادية بتتماسك عند مناطق دعوم. خلال جلسة اليوم يمكن ابتدينا نشوف بعض عمليات الارتداد من هذه الدعوم. ما زال من المتوقع إن احنا بنستهدف على المدى القصير مستويات ال 32 ألف نقطة، وطبعا ما زال إن احنا شايفين ال 34 مستهدف على المدى المتوسط. من الطبيعي ان احنا بنتأثر بالاسواق العالميه، عمليات الهبوط اللي تمت خلال الاسبوع الماضي خلتنا نشوف في السوق المصري عمليه تدوير للسيوله، تحركات للسيوله ما بين القطاعات، ابتدينا نشوف مره اخرى عوده لقطاع او تجميع في قطاع البتروكيماويات، قطاع الاسكان ومواد التشييد والبناء، ما زلنا بنشوف عمليات التجميع. وعشان كده احنا بنتوقع مع بدء عمليه الارتداد دي تكون على باكوره القطاعات اللي هنشوف عليها الارتدادات. رانيا، ما قصة عودة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية؟ أكيد المستثمرين لا يودون وأكيد اللاعبين بالسوق لا يودون رؤية مثل هذه الضريبة، ولكن يبدو أنه في النفي من رئيس مصلحة الضرائب لخبر إلغائها، فهل في أي معطيات جديدة بالنسبة لتطبيق هذه الضريبة ومتى ممكن أن يحدث ذلك وبأي نسبة؟ طيب خلينا نضع الامور في نصابها. هو نفي مصلحه الضرائب هو نفي في محله، لان في الحقيقه مصلحه الضرائب هي جهه تنفيذيه غير منوطه بفكره مناقشه تطبيق الضريبه من عدمه. المنوط بهذا الامر هو وزاره الاستثمار ووزاره الماليه، وما تم الاعلان عنه من جانب وزاره الاستثمار ان هناك في مقترحات ودراسه بشان الغاء هذه الضريبه، واعتقد ان الامر ده هيكون ما بين وزاره الاستثمار ووزارة المالية. أما مصلحة الضرائب هي جهة تنفيذ، فما أعتقدش أن تصريحها امبارح ليه أي معنى خارج هذا الإطار، مما لا شك فيه أن الضريبة دي طاردة للاستثمار أو غير جاذبة، وكان ليها تأثير سيء على البورصة المصرية منذ أن تم الإعلان عنها في 2014، وإحنا دايما كنا بنشوف أن بيكون ليها تأثير سلبي على المؤشرات وعلى شهية المتعاملين. ومع الإعلان عن تأجيلها أو استبدالها بضريبة الدمغة كنا دايما بنشوف انتعاش في البورصة المصرية. أعتقد أن الوقت بقى حان أن احنا نقفل هذا الملف، خاصة أن الصورة النهائية اللي تم الإعلان عنها في 2022 مع احترامي الشديد هي غير قابلة للتطبيق والاحتساب، نظرا لأن في عناصر كثيرة جدا لحساب هذه الضريبة أهمها التكلفة حتى الآن لم تكن واضحة، وأعتقد هتكون صعبة للتنفيذ. رانيا، أيضا بموضوع الضرائب، ولكن لا نتحدث هنا عن الاستثمار بالبورصة ولكن عن الاستثمارات الأجنبية، في إعلان يبدو من رئيس الوزراء عن حزمة من الحوافز الضريبية للمستثمرين، هي من المفترض أنه بتشجع على الاستثمار بالبلاد وما لها علاقة مباشرة بالبورصة، بس هل تعتقدين أنه في أي تأثير من جراء ذلك؟ بالطبع هيكون ليها تأثير بصورة أو بأخرى، وخلينا دايما نقول إن احنا دايما بنتكلم إن احنا عندنا جانبي للطلب والعرض. احنا بنتكلم إن العرض هو الشركات، إذا احنا محتاجين حوافز ضريبية أولا لتشجيع مناخ الاستثمار. النهاردة الفرصة سانحة جدا أمام الاقتصاد المصري لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خليني أقول طبعا جانب الاستثمار الأجنبي الغير مباشر هو منتعش بصورة كبيرة نتيجة ارتفاع الفايدة الحقيقية، ولكن احنا النهاردة قدامنا فرصة لجذب الاستثمار المباشر في ظل رغبة المستثمرين. عندنا محتاجين الحوافز، ابتدينا نفعل بأول حاجة زي الرخصة الذهبية واللي تقدم إليها مجموعة من المستثمرين، وده كان أمر إيجابي ومحمود، ولكن الحوافز الضريبية هي أهم الطلبات بالنسبة للمستثمرين، هيكون ليها تأثير مباشر على البورصة. وأعتقد كمان إن احنا لو حطينا حوافز لطرح الشركات في البورصة ده هينعش مش بس البورصة، هينعش الاقتصاد، لأن في الحقيقة البورصة أحد أهم الممرات لجذب السيولة للشركات في ظل ارتفاع الفوائد. طيب اليوم رأينا ضغط بالأيام الماضية من قطاعات رئيسية بالسوق مثل العقارات والبنوك والموارد الأساسية، هل هي عملية إعادة تقييم رغم أنه ما في يعني ليس هناك من تغير كبير بالعملة يحصل بالوقت الحاضر، ما تفسيرك لذلك؟ هل تضعينها بسياق الضغوط على السوق بشكل عام وبالتالي القطاعات القيادية هي التي تتأثر؟
طيب احنا خلينا نتكلم من الناحيه الفنيه، السوق المصري والمؤشرات المصريه خاصه الاي جي اكس 30 و 70 هما في اتجاه صاعد، اي عمليات جني ارباح دايما بيتم استغلالها في صالح الاتجاه الاكبر، وهو بتبقى فيما معناه انها بتبقى فرصه لاعاده تدوير السيوله واعاده فتح مراكز شرائيه بعد الصعود القوي لهذه القطاعات. اعتقد ان عمليه جني الارباح اللي بيمر فيها المؤشر بعد كسر مستويات ال 30,000 هي عمليه صحيه عشان تدي السوق زخم لاستكمال الى مستهدفه الجديد وهو 32,300. اعتقد ان الربع الاخير من هذا العام طبعا في حال استقرار الاسواق العالميه وعدم ظهور اي مؤثرات خارجيه، اعتقد ان السوق المصري مؤهل ان احنا نعدي من ناطق ال 34,000 نقطه اللي وصلنا لها هذا العام.